كلمة واحدة، واحد أساء إلينا إساءة مختصرة، هاي الإساءة تبقى في ذهننا إلى 50 سنة. على قول رجل كان يقول واحد قال لي كلمة نابية، بعد ما أدري 20 عام 30 عام عندما مات قالوا لي فلان واحد مات، أول ما إجا في ذهني تلك الكلمة، هذا هو الذي قال لي هذه الكلمة. هذه نفسيات ضيقة، واحد يتمكن يوسع من نفسيته. واحد ظلمنا في دنيا، اللهم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إحنا نحب أن الله تعالى يعفو عنه، إحنا بنعفو عن الآخر. في حديث لعله عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه جدا حديث لطيف، من ساء خلقه عذب منه نفسه. الإنسان اللي أخلاقه سيئة أول من يحترق بهذه الأخلاق منه هو يحترق. كان واحد عندنا رجل طاعن في العمر كبير، عمره حوالي 100 عام، كان رايح إلى ألمانيا، طبيب كان شايفه، كان قايل له أنت شنو تأكل؟ أنت قلبك قلب شاب في 20 أو في 30، شنو تعمل؟ شنو تأكل؟ شنو برنامجك في النوم وكذا؟ قال في الواقع أنا حياتي طبيعية، أنا لا أحقد على أحد ولا أحسد من أحد، إذا واحد أكل أموالي لا أحمل في قلبي حقدا عليه، إذا واحد شتمني لا أهتم بذلك، بالدنيا ما أهتم، حصلت على مال ما أفرح كثيرا، راح مني مال ما أحزن كثيرا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الطبيب الألماني قايل هاي الأشياء أشياء ثانية مو موجودة في منهجنا، إحنا اللي في منهجنا أكل وشرب والنوم وكيف تنام، هذا شيء ثاني. يعني واحد إذا كانت أخلاقه طيبة أول منتفع هو في دنيا وفي آخرته له ذلك المقام الرفيع.